ربنا يجعلها سفره دايما يعوض يا اخويا. تسلم ايديك وتسلم ايدك يا اختي. نورنا والله. امسك يا اشطر. حبيبي امسك ايه؟ لا ده انا بطني مليانه مش قادر. معلش ازازه دي فراخ. ازازه كده على السريع. صدقني انا مش قادر اتنفس. معلش. ده انا بطني مفيش مكان خالص. انا يعني اكلت كتير قوي. ايدي ممدوده. يا حبيبي تسلم ايدك بس انا مش قادر. يا جدع تعدمني يا جدع. لا بعد الشر عليك. طب هات. طب خد بقى دي مني ليك. طب عليا طلاق ثلاثة ما حد واكله غيرك. خد يا حماده كل دي من ايد بابا. بقول لك ايه؟ ايه يا اشرف؟ بقول لك عليا طلاق ثلاثه. في يعني اعمل يعني شبعان انا؟ يعني اذبح لك اختك يا اشرف؟ لا سيبها. اذبح لك اختك على السفره يا اشرف؟ دي حامل. اقسم. ما تقول لنفسك يا اخي انها حامل. طب اعمل ايه؟ اقسم. ولع في البيت يا اشرف. لا 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 مش هولع. ولع في البيت واخربه. لا لا. اقسم بالله مرات عمك اربع سنين ما دخلت البيت ده عشان ورك زي ده. طب اعمل ايه؟ سيب الورك في الطبق. ابي سيبه اهو. سيبه واكل. ايدك ورا ظهرك اهو. ايدك اهو. انزل. حاضر اهو اهو. ايوه بسم الله. الف هنا منورنا والله يا جماعه. ما تملاش بطنك سلطه يا بابا. حاضر يا عم. اتفضلي يا مدام. سيبها. اتفضلي. الف هنا. استمتعوا. تسلم ايدك يا اختي. يلا دور شاي تاني بقى. لا 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 تاني ولا تالت. احنا كده تمام قوي. لا طب شويه قهوه. قهوتك ايه؟ لا لا يلا يما شويه قهوه. لا قهوه ايه؟ مفيش مكان لاي قهوه خالص. طب لتر. نجيب لتر. لتر ايه؟ هات لتر. يلا. لا لتر ايه يا حبيبي؟ احنا دوبك. انت مش شايف المنظر؟ لا يعني انت مش شايف المنظر؟ لا دي حامل انا. لا يا عم ربنا يوسع. انت جاي تقول يا اشرف؟ يا سيدي ربنا يوفقك. طب بقول لكم ايه؟ نسيبهم احنا بقى ونقوم بقى. هتقوم ايه؟ قامت ايه امتك؟ في ايه؟ طب عليا الطلاق ثلاثه. لا انتوا بايتين معانا كام يوم يا اشرف؟ يا جدع هتطلق. يلا حبيبي. يلا حبيبي هتبات. يلا خش يا ولد. اقعد. اقعد. الولاد عندهم امتحانات دلوقتي مش عارف يعني خالص. يقدموا اعتذارات السنه دي. مفيش مدارس. يلا خلاص خش عندك. بيت اخوك يا اشرف. ما تقوليش مدارس في بيت اخوك يا حبيبي. انت اخويا وابويا وعيلتي كلها بس مش هينفع نبات. مفيش هينفع يعني. انا كلامي ده ملوش لزوم. ليه يا اشرف؟ حلفت طلاق ثلاثه يا اشرف. ما تتعبش يعني. في ايه يعني؟ اولع في فيها ايه؟ يعني اولع فيها. اهدى. اولع فيها. اهدى اهدى. انت جاي تولع يعني؟ انت جاي تولع في البيت يا اشرف؟ مش هولع في حاجه. جاي تولع في البيت من اساسه. اقفل الشركه. ابن خالتي ما حطيتش ايدي في ايده 9 سنين يا اشرف عشان كوبايه شاي زي دي. كوبايه الشاي اهدى يعني. اصل حاجه بالعقل. بص احنا هنمشي دلوقتي وهنجي لك وقت تاني ونكون محضرين نفسنا ونقعد معاك اسبوع. صح يا ولاد؟ مش مجهز نفسك ايه؟ هنبات ازاي بقى؟ يا عشان البيجامات يعني مثلا؟ طب ماشي. في ايه؟ سيب الجيرك. سيب الجيرك. ثانيه واحده يا حاج شعبان. بص سيب اللي في ايدك وتجيب المزوره والمقصات وتجيب حاجتك كلها. ها تيجي تاخد شويه مقاسات الضيوف كده. هنعمل شويه بيجامات النهارده. وهات لي توب كاستور وتوب دبلان. توب ايه؟ توب. هات ثلاثه. تسعة. كتر. هات هات حاجة. الحاجة بجامة ولا جلابية؟ جلابية. طيب هتلاقي حاجة ساعة. راح فين يا اشرف؟ احنا لقيناك تعبان امبارح ومرهق. قلت اخد ماما والاولاد وننزل في هدوء من غير ما نعمل لك ازعاج يعني. حبيبي اشرف لقيتني مرهق وتعبان تقوم تنزل من بيتي بالطريقه دي يا اشرف؟ طلاق ثلاثه. ما انت ماشي من البيت دلوقتي يا اشرف. اقسم بالله جوز خاله مرات عمي جده حماية 26 سنه ما رفعت عليه سماعه التليفون عشان نازله زي دي. اقعد يا اشرف. طب بقول لك على حاجه. ابوس ايدك سيبنا نمشي. ماما سامحيني يا ماما. خلي ماما عندك 3 4 ايام وانا هاجي اخدها. هاجي اخدك يا ماما. اخدك يا امي. انت بتستخرجني يا اشرف؟ ليه؟ تقول لي بيت اخوك يا اخي. بيت اخوك تقول لي ماما ليه؟ ليه يا اشرف؟ اموت على سريري. لا تموت ايه؟ مين جاب سيره الموت؟ اموت على سريري. ما تجيبش سيره الموت يا اشرف. ده انا بموت فيك يا اشرف. ما تموتش اكتر من كده. طب اسمع. انا سيبك شويه تصفت جارتك. هشفت جارتي. حلو. وتخلي شقتك. هقطع شقتي وترميها في الشوارع. وتفضي نفسك خالص وتيجي تقعد معايا بقى يوم من اوله يا اشرف بقى بدل ما انت ماشي في قصاص الليالي كده. قصاص الليالي ايه؟ ايه؟ الفجر طلع. يا خبر ابيض. الفجر طلع. يبقى نتعشى. طب نفطر سوا. طب بيض عيون. بيض عيون. بقول لك يا اشرف ما تضايقش. خد يا اشرف. طب شوف فوق بالسمنه. افجر البيت. افجر البيت. افجر البيت يا اشرف. ما تضايقش. خد يا اشرف. اشرف ما تضايقش. خد لي هفجر لك في الشقه. اقسم بالله اخويا الصغير 3 اشهر في المستشفى عشان خاطر تاكسي زي ده يا اشرف. لا حول ولا قوه الا بالله. عاجبك كده يا اشرف؟ اديك ولعت في البيت. تعالى نتغدى بره بقى.